اكيد الراجل ده ما كانش متوقع نهايته انها تكون بالمنظر ده. الشخص اللي انتوا شايفينه قدامكم ده اسمه جون لين، اتولد في الصين ونقل لكندا عشان يبتدي حياة جديدة. اول هدف من اهدافه انه كان يدرس كمبيوتر ساينس وكمان يكون شاطر في المجال ده، وفعلا درس وتخرج واشتغل واتجوز وكمان طلق. ولو هتسألني هو ليه طلق، هقولك عشان في فترة جوازه اكتشف ان هو مثلي، فساعتها طبعا حب ان هو يدور على شريك حياته من خلال الانترنت، بس هو ما كانش يعرف ان القرار ده هيكون اخر قرار هياخده. بس قبل ما ابدا القصه هطلب منكم طلبين كالعاده، اطفي النور وحط السماعات ويلا بينا نبدا في القصه. في 25 مايو 2012 مدير محل استغرب ان في موظف من الموظفين اللي عنده ما جاش الشغل. الموظف ده فضل مختفي لغاية يوم 27 من نفس الشهر. ساعتها اصحابه اللي في الشغل قرروا ان هم يروحوا له البيت ويشوفوه هو فين، واتصدموا لما ما لقوش اي دليل على وجوده جوه البيت. الموظف ده حرفيا اختفى، قالوا ممكن يكون راح رحلة ولا حاجة، وفضلوا مستنيين ليوم 29. بس اول ما اليوم ده جه وما لقوش ليه اي اثر، قرروا ان هم يبلغوا البوليس، وفعلا ابتدت حملات بحث على الموظف ده اللي كان اسمه جون لين. ولكن مهما دوروا برضو ما كانوش لاقيين اي خيط يقدر يوصلهم لمكانه. بس في نفس وقت الاختفاء في فيديو اتنشر يوم 25 مايو. الفيديو ده كان اسمه وان لونيتك وان ايسبيك، ونزل على موقع كندي اسمه bestgore.com. الموقع ده بيوري اخبار وصور ومقاطع فيديو عنيفة جدا لحاجات بتحصل في كندا من غير اي حجب. والفيديو اللي انا قلتلكوا عليه ده كان فيه راجل عريان مربوط مجهول الهوية، وراجل تاني عمال يطعنه بالايس بيك. وللناس اللي مش عارفة ايه هو الايس بيك ده، هو الاداة اللي بتستخدم عشان يخرموا بيها التلج. والغريب ان بعد ما الفيديو ده نزل صاحب الاكاونت اللي نزل الفيديو ده اختفى، ومن هنا هتظهر كمية احداث غريبة جدا، احداث تخلي اي حد يقول لا 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 لا، احنا اكيد في فيلم، ده مستحيل يكون حاجة حصلت في العالم بتاعنا اللي احنا عايشين فيه ده. بعد انتشار الفيديو ده بكام يوم، في شنطة وصلت لـ The National Headquarters of the Conservative Party في كندا، والشنطة دي كان فيها رجل شمال مقطوعة ومش عارفين الرجل دي بتاعت مين. يعني انت تخيل تلاقي شنطة تفتحها تلاقي فيها رجل، ومع ان ده في حد ذاته مرعب، يمكن اكتر حاجة غريبة كان ان الشنطة دي مرسوم عليها قلب احمر. وفي نفس الوقت ده كان في شنطة تانية برضو رايحة لي The Liberal Party، ولكن قبل ما الشنطة دي توصل اكتشفوا ايه اللي كان جواها. اللي كان جواها كانت ايد شمال مقطوعة ومش عارفين برضو بتاعت مين. وفي نفس الوقت عامل نظافة اكتشف بواقي جثة في شنطة بره عمارة في مونتريال، وساعتها البوليس حقق وبص على الكاميرات بتاعت العمارة، وساعتها ما صدقوش اللي اكتشفوه عشان عرفوا على طول مين اللي عمل المصيبة دي ومين الضحية. اللي اتقتل كان جون لين اللي هو كان مختفي، والكاميرا شافته طالع مع واحد الشقة، ولكن بعد شوية الكاميرات لقطت واحد بس منهم هو اللي نزل. الشخص اللي نزل ده اسمه لوكا ميجناتا، وعلى فكرة ده مش اسمه، عشان اسمه الحقيقي كان إريك كلينتون. جون لين اتعرف على لوكا من خلال موقع اسمه كريجليست. ولو حد هيسألني ايه هو كريجز ليست ده، هقولك ان هو عامل زي اوليكس، بتنزل عليه طلب او بتدور على شقة او بتدور على حاجة او ممكن تبيع عليه حاجة. المهم لوكا ده كان عامل اعلان على موقع كريجز ليست بيدور على حد من محبين العنف الجنسي عشان يمارسوا معاه، واللي وافق على العرض ده جون لين. ولكن مظنش ان جون لين كان عارف نتيجة القرار اللي خده ده، عشان لو كان عارف مين لوكا ده وايه اللي عمله في حياته اكيد ما كانش راح. لوكا كان شخص طموح جدا، بيحب الشهرة ونفسه يتشهر من وهو صغير، وعايز اقول لكم برضو ان حبه ما كانش مجرد حب عادي، لا ده كان حب جنوني للشهرة، وانتوا هتفهموا قصدي ايه بعد شوية. في رحلة لوكا للشهرة عمل افلام اباحية للمثليين، وبعديها بقى ستريبر، وفي الاخر حاول يبقى موديل، بس ما كانش ناجح في اي حاجة منهم قوي. فساعتها اختار طريق مختلف تماما، واولهم ان هو يستغل واحدة معاقة ذهنيا، واقنعها ان هي تقوله عن كل تفاصيل الكريدت كارد بتاعتها، وفي الاخر خد كل الفلوس عشان يشتري بيها حاجات بحوالي 10,000 دولار. وغير كده برضو كان عليه
بيتهم اعتداء جنسي، والمصيبة ان هو كان بيصور الاعتداء ده واتحكم عليه بالسجن لمدة 9 شهور وتراقب 12 شهر. اول لما لوكا خرج غير اسمه وابتدى يروج لنفسه في كل حتة، لدرجة انه عمل حوالي 70 اكاونت على الفيسبوك و20 ويب سايت تحت اسامي مختلفة بينشر فيها اشاعات عن نفسه تخليه يتشهر اكتر. زي مثلا في 2007 طلعت اشاعة ان هو مصاحب واحدة اسمها كارلا هوملاك، ودي كانت قاتلة متسلسلة مشهورة في كندا. فاللي عمله بعد كده ان هو راح مجلة تورنتو سانز عشان ينكر كل الاشاعات اللي طلع عليه اللي هو كان اصلا نشرها. ولو هتسألني وتقولي طب هو ليه راح انكر الاشاعة اللي هو اصلا نشرها، هقولك عشان لما اتعرف انهم في علاقة الناس ابتدت تبعت له رسائل تهديد، وغير كده نشروا عنوان شقته فكان لازم يمشي. المهم بعديها ابتدى يعمل كمية عمليات تجميلية كتير جدا عشان كان عايز يقدم في برنامج اسمه بلاستيك ميكس بيرفكت، بمعنى ان البلاستيك بيصنع الكمال. Hi, how are you? My name's Luca and I don't live on the second floor. ولما فشل ان هو يتشير بالطريقة دي ابتدى يعمل فيديوهات على يوتيوب، ويعني كان ممكن يعمل يعني فيديوهات افلام، يعمل فيديوهات قصص غريبة زي اللي انا بعملها او فلسفة او اي حاجة. لا، هو قرر يمشي في طريق تاني خالص، طريق يا جماعة بجد مرعب ومظلم، مفيش حاجة تقدر تتقال عن الطريق ده غير كده. لوكا نشر فيديو اسمه One Boy Two Kittens، وطبعا زي ما انتوا شايفين الراجل في الفيديو بيلعب مع قطتين، بعد كده بيحطهم في كيس والفيديو بيخلص. بس طبعا الفيديو الحقيقي ما كانش بيخلص على كده، عشان الجزء الباقي من الفيديو اتقطع واتمسح. عشان اللي انا هقولكوا عليه دلوقتي يا جماعة بجد تحذير، الجزء الجاي ده صعب جدا. لوكا جاب مكنسة وحطها جوه الكيس اللي فيه القطتين وابتدى يشفط الهواء لغاية ما القطتين طبعا اتخنقوا وماتوا. وبعديها بكام يوم نزل فيديو تاني، الفيديو ده كان بيغرق فيه قطة في البانيو، وبعدها نزل فيديو تالت بس في الفيديو ده كان بيأكل قطة لتعبان. عايز برضو اقول لكم ان لوكا كان بيعمل اكاونتات لمعجبين ليه، يعني انا مثلا كشهاب اروح اعمل اكاونت اسمه محبين شهاب مثلا، وغير كده حاول ان هو يعمل لنفسه صفحة ويكيبيديا، ولكن طبعا معرفش. لوكا كان مجنون لدرجة ان هو كان بيجيب صور ويركب وشه على الصور دي اكنه هو اللي عايش الحياة دي، اكنه هو الشخص المشهور. وزي ما انتوا شايفين ده شخص مجنون بفكرة الشهرة وممكن يعمل اي حاجة عشانها. وعايز اقول لكم برضو ان فيديوهات القطط دي الناس ما كانوش عارفين ان لوكا هو اللي بيعملها، ومع ان في ناس تانية عرفت مين ده عمرهم ما قالوا عشان كانوا خايفين على سلامتهم من لوكا، وساعتها سموه باسم فاكيوم كيتن كيلر، والدنيا اتقلبت عليه. وبعد تحقيقات كتير ما وصلوش لحاجه، ما كانوش عارفين مين الشخص اللي عمل الحاجات دي، وكانوا بيقولوا ان ده خطر جدا عشان هو كده ممكن يعمل التعذيب ده في البني ادمين في المراحل الجايه. وكان فعلا عندهم حق، عشان بعديها بسنة لوكا قتل جون لين، وده اللي عرفوه من مجرد ظهوره على كاميرات المراقبة اللي اتكلمنا عليها قبل كده، ولابس نفس اللبس اللي كان لابسه جون لين اليوم ده، وفيديو تاني وهو لابس نفس الكاب بتاع جون لين برضو، واخيرا شافوا فيديو وهو معاه شنطة، الشنطة اللي لقوا فيها الايد المقطوعة. لما البوليس اتحرك ودخلوا بيت لوكا لقوه فاضي، بس لقوا كمية بقع دم غير طبيعية، وتأكدوا من خلال بقع الدم ان لوكا هو اللي قتل جون لين. وساعتها البوليس حذر السلطات كلها، بس لوكا كان فلت بجلده خلاص، كان هرب من البلد. بس في اقل من شهر عرفوا يقبضوا عليه، لقوا لوكا في برلين وعرفوا يجيبوه من خلال كاميرات المراقبة، واتقبض عليه في 4/6/2012. بس في يوم 5 من نفس الشهر وصلت شنطة المدرسة فيها رجل يمين مقطوعة، وفي نفس اليوم وصلت شنطة تانية المدرسة تانية فيها ايد يمين مقطوعة، بس المرة دي كانوا عارفين الاعضاء دي كانت بتاعت مين.
المهم بعدها رجعوا لوكا على كندا يوم 18/6 واتهم ساعتها بقتل جون لين. بس عايز اقول لكم بقى على حاجة غريبة، القضية دي من القواضي اللي متعرضتش حتى على التلفزيون عشان القاتل كان حابب الاهتمام اللي جايله من وسائل الاعلام، فالمحكمة قررت ان هي تمنع كل الاهتمام ده عنه. والغريب ان في فترة التحقيقات كل ما بيتهموه على حاجة لوكا كان بينكر، بس طبعا كل الادلة كانت بتشاور عليه. وبعد 12 اسبوع من التحقيقات في ابريل 2013 اتحكم عليه بالسجن المؤبد. بس المرعب هنا بقى انه بعد 25 سنة ممكن يبقى مؤهل للإفراج المشروط، ومعنى الكلام ده انه ممكن يخرج بشروط معينة لازم يتبعها، بمعنى ان ممكن كام سنة نلاقي لوكا رجع وسطنا تاني. وعايز اقول لكم برضو ان هم اكتشفوا عنده امراض نفسية كتير جدا، زي مرض البارانويا، سكيتسوفرينيا، والبوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر. يعني هو حرفيا كان عنده ميكس كبير جدا من الامراض النفسية. وفي الناحية التانية من ناحية جون لين، الموضوع كان صعب جدا على اهله. انا عايزكم تتخيلوا يا جماعة ان هم حتى الجثة ما كانتش كاملة عشان يعرفوا يدفنوها، فكان طبعا شيء انا مش قادر اتخيل عيلته كانت حاسة بايه ساعتها. وبكده لوكا يعتبر حقق حلمه وفعلا اتشهر، بس اتشهر بانه قاتل.